جزاكم الله خيرا. أثناء قراءة القرآن تمر علي آيات تحوي على الأدعية مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنا أكرر مثل هذا الدعاء 3 مرات، سواء كانت القراءة في الصلاة أو الورد اليومي، هل في ذلك شيء؟ ما في الصلاة فلا تكرر الآيات، وإنما يقف ويسأل الله عز وجل عند آية الرحمة، ويقف ويستعين عند آية العذاب، وهذا في غير الفريضة النافلة. نعم.